منذ إقرار ميثاق مجلس الجامعة العربية في عام 1945 أصدر ملحق خاص بتعيين أمين عام للجامعة، يعينه مجلس الجامعة بأغلبية ثلثي الأعضاء لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد. خلنا استعرض معاكم أسماء الأمناء لجامعة الدول العربية منذ إنشائها في عام 1945. يعتبر السيد عبد الرحمن عزام هو أول أمين عام لجامعة الدول العربية في 22 مارس 1945، ثم تم تعيين السيد عبد الخالق حسونة في 14 سبتمبر 1952، وفي 1 يونيو 1972 تم تعيين السيد محمود رياض، ثم تم تعيين السيد الشاذلي القليبي في 28 يونيو 1979، وفي 15 مايو 1991 تم تعيين السيد أصمت عبد المجيد، ثم السيد عمرو موسى في عام 2001، ثم تم تعيين السيد نبيل العربي في عام 2011. ومنذ 2016 وحتى اليوم يترأس الأمين العام لجامعة الدول العربية معالي السيد أحمد أبو الغيث.